واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. أنا الملازم أول محمد عبد الله. بالمرتبات الفرقة 14 قوات خاصة، الفوج 556. أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي المجرم وانضمامي إلى ثورة الشعب السوري البطل، وذلك بسبب الجرائم التي يقوم بها النظام الأسدي الغادر. وأعلن عن تشكيل كتيبة درع الأحرار. عاشت سوريا حرة أبية. تكبير الله.